السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى ان كلكم تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد في القناة. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن ارخص بندل كاملة، والبندل ديت هيكون فيها كل حاجة من ماوس وسماعة وكيبورد، ودورت لك كتير عشان الاقي ارخص بندل في السوق المصري، وسعر البندل ديت هيكون 400 جنيه، وهنتكلم عن كل قطعة في البندل ديت بالتفصيل، وهكلمك عن كل المعلومات اللي محتاجها عشان تقرر البندل ديت هتبقى مناسبة ليك ولا لا. بس الاول قبل ما نتكلم عن كل دوت، خليني اقول لك تعرف سعر بالقناه لو اول مره تشوفنا. في القناه انا مهتم بالجيمر اللي ميزانيته قليله وعمل تجمعات كتيره باسعار رخيصه، زي تجمعات ال1000 جنيه وتجمعات ال2000 جنيه، وبرضه اتكلمنا عن قطع المكمله للبي سي او اكسسوارات البي سي باسعار قليله، زي ما احنا بنعمل في الفيديو دوت ماوسات وكيبوردات وسماعات باسعار رخيصه. يعني اي حاجه هتحتاجها للسيت اب بتاعك تلاقينا ان شاء الله بنتكلم عنها هنا في القناه. فلو استفدت من المحتوى يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، لان دوت فعلا بيساعد القناه انها تستمر. وهسيب لك برضه في الديسكربشن لينك الفيسبوك والانستجرام والتيك توك لو حبيت تعمل فولو هناك. خلينا نتكلم عن اول حاجه معانا في البندل، وهي سماعه جي ام 1 من بيكسلاند. والسماعه بتيجي باللون الاسود من بره، وفي اجزاء باللون الازرق او الاحمر او البرتقاني او الاخضر، ودوت على حسب لون السماعه اللي انت بتختاره. ومن الجنبين السماعه بتنور باضاءه بتشتغل عن طريق كابل اليو اس بي اللي موجود في سلك السماعه، والكابل بيجي مضفر وصعب ان هو يتقطع، وطول الكابل حوالي 2 متر، والسماعه مرنه جدا وصعب ان هي تتكسر. ودوت بالنسبه للشكل الخارجي للسماعه. خلينا نتكلم عن الراحه وصوت السماعه. فالسماعه بتيجي باير كابس مريحه جدا، ومن فوق برده بتيجي بجزء من السفنج، وهتبقى مريحه ليك اثناء الاستخدام، وتقدر تظبط السماعه على المقاس المناسب ليك من الجزء اللي من الجنب. وخلي بالك ان هو بسبب السعر بتاع السماعه، فالجزء اللي في الجنب اللي بتعلي وتوطي منه حجم السماعه جاي من خامات مش عاليه قوي، فحاول ان انت تحافظ على الجزء دوت عشان ما يتكسرش منك. وزي ما قلت لك، هي السماعه نفسها بتيجي بخامات صعب ان هي تتكسر، وبتكون مرنه بشكل كبير جدا، لكن الجزء اللي فيه المفصله دوت ضعيف شويه، فحاول ان انت تحافظ عليه. والكابل بيجي في النص بكنترولر تقدر تعلي وتوطي منه الصوت، او تقدر كمان انت تقفل منه المايك. ولو انت بتلعب مثلا بتستخدم الديسكورد وبتكلم حد، فالزرار اللي بتقفل وتفتح منه المايك دوت هيسهل عليك حاجات كتيره جدا، وهيخلي استخدام السماعه افضل بكتير. والمايك بيجي في جنب السماعه وتقدر ترجعه لو انت مش بتستخدمه، ودي تعتبر ميزه، لان المايك لو مفتوح بالشكل دوت على طول، ففي الاوقات اللي انت مش بتستخدمه فيها هيضايقك جدا. فيعني هي تعتبر ميزه ان انت تقدر ترجعه وانت مش بتستخدمه. وفي البوكس بيجي مع السماعه محاول تقدر تفصل بيه الكابل الواحد لكابلين، واحد مايك وواحد سماعه، لان السماعه فيها مدخلين بس، واحد يو اس بي للاضاءه بتاعه الجنب، ومدخل تاني 3.5 للمايك والسماعه الاثنين مع بعض. فلو انت ما عندكش مدخل للمايك والسماعه كومبو، فبيجي في العلبه محاول يفصلهم لك الكابلين. والسماعه بتيجي بدرايفرز 40 ملي، وصوتها هيبقى مناسب جدا بالنسبه للسعر بتاعه، وهتقدر تحدد مكان اللي ضدك. لو انت بتلعب بابجي مثلا تقدر تحدد اللي ضدك جاي من انهي اتجاه. فبالنسبه للسعر السماعه تكون مناسبه ليك جدا، يعني ان سماعتكم بالخامات ديت وهتعيش معاك فتره كبيره، وان هي تكون داخل عرض 3 قطع ب 400 جنيه، فدوت يعتبر سعر كويس جدا. وخلينا نتكلم عن تاني حاجه معانا في العرض، وهو الكيبورد. وهو كيبورد اي 2 من تكنو زون، والكيبورد بيجي بازار ميمبرين مش ميكانيكال للاسف. وبصراحه في الفئه السعريه ديت، وان انت تجيب بندل كامله بسعر 400 جنيه، فصعب جدا ان انت تلاقي كيبورد ميكانيكال في البندل بالسعر دوت، لان الكيبورد الميكانيكال لوحده اصلا سعره هيعدي 400 جنيه. فدوت ما يعتبرش عيب في الكيبورد ان هو مش ميكانيكال، لكن بالسعر دوت الكيبورد هيقدم لك مميزات مناسبه جدا، زي الباك لايت اللي فيها الوان بتدي لك احساس الجيمنج، والكيبورد بيدعم الانتي جوستنج لحد 6 ازرار. يعني الكيبورد رغم ان سعره قليل، لكن هو مش هيعمل لك اي مشكله اثناء الجيمنج. والسلك بتاع الكيبورد مش مضفر، فحاول ان انت تحافظ عليه عشان ما يتقطعش منك. بالنسبه لتالت واخر حاجه في البندل، وهو الماوس. وهو ماوس كيو 38 من ايجو، والماوس بيجي باللون الاسود المط، وبيجي بالثلاث ازرار الاساسيين، الكليك يمين والكليك شمال، والزرار اللي في النص اللي تحت البكره، وزرارين تعلي وتوطي منهم الدي بي اي، وفي زرارين اللي في الجنب اللي لهم استخدامات كتيره جدا. لو مثلا انت على المتصفح وعايز تتقدم او ترجع من الصفحه اللي انت فيها، فالزرارين دولت بيسهلوا الاستخدام جدا. او في الجيمنج تقدر تخصص الزرارين دولت ان هم يعملوا لك حركات معينه. والماوس وزنه خفيف وبيوصل ل 3200 دي بي اي، ومسكه الماوس مريحه وفي دعم لصباع الابهام، فهيكون مريح جدا في الجيمنج. وبرده ما تحطش امال عاليه في الماوس دوت. بالنسبه للسعر بتاعه والوزن ومسكه الماوس، هو مناسب جدا، لكن السنسور بتاع الماوس اكيد مش دقيق 100%، يعني ما تتوقعش ان انت ممكن تدخل بيه بطولات او حاجه زي كده. وانا كان لازم اقول لك الكلام دوت، وانا مش بحاول ان انا اكرهك في القطع، بس انا بكلمك عن كل حاجه بالمميزات والعيوب اللي ممكن تواجهك. واي قطعه اكيد بيكون فيها مميزات وعيوب، وانت بتشوف العيوب ديت تقدر تستحملها مقابل المميزات والسعر اللي بتدفعه ولا لا. وبس كده يا صاحبي، ديت كانت كل حاجه معانا النهارده، وهسيب لك لينكات الشراء في الديسكربشن. واتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وسلام.